اللي كي خصنا اللي ضروريه في الفيلم اللي كتبين منين جاوني دوك الفلوس بزاف. جاوني من واحد الكرينو ديال واحد الخدمه في ايطاليا اللي في شكل صديق هذيك لاسين ضروريه تكون باش 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 نفهموا الفيلم. يعني الضروره ماشي مجاني، ماشي اقحام مجاني المشاهد ايروتيكيه ولا مشاهد ساخنه ولا كوموندي. ودايوغ انا ما عاد كنظن زعما كنظن ان المغاربه خصهم شويه يحيدوا هذا الشيء من شنو يحيدوا؟ يحيدوا لا سونسور من دماغهم. زعما نتفرجوا في كل شيء ماشي مشكل. كل واحد عنده حريته انه يمشي يتفرج، هذاك الشيء ما يكونش في التلفزيون متفق معاك؟ ما يكونش اونيفو الهضره. ونيفو ريبليك ونيفو فيربال يكون في الراديو متفق معاك. مي في السينما كل واحد عنده حق يشوف ولا ما يشوفش، حيت هو اللي كيمشي يختار واش يقطع ولا ما يقطعش. واخا سي رفيق دابا عندنا واحد الفقره في البرنامج. واخا عليك السي رفيق واخا تشدك. عندنا دابا واحد الفقره في البرنامج اللي هي فقره في اي بي، كنستقبلوا فيها الشخصيات المرموقه. عندنا ضيفه الحلقه الشيخه تسوتسو. نشوفوا في اي بي. مشاهدينا مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج في اي بي. كنصحكم هذه الحلقه يتفرجوا فيها غير العوامه، حيت الضيفه ديالنا اليوم هي الشيخه ميني تسونامي. مرحبا بك. مرحبا خويا. مرحبا. مرحبا والف مرحبا. الشيخه تسوتسو، اش داك الشيء معلقه في الكول ديال التكشيطه؟ يا اسمح لي، هذه غرامه نسيتها من البارح. ومنين جاتك هاد الغرامه؟ واحد جارتي سلفت ليها طبسيل وهرساتو واش نقطع عليها خويا حتى غرماتو. ايوا الدال بلا والباس، تفوت غير الراس وتجي فاش ما بغات. لا خويا لا، تفوت كل شيء وتجي في الراس. علاش؟ حيت راسي قاصح وكل شيء هو باش خدامه. بصح الشيخه تسوتسو، منين جاك اللقب؟ منين جا؟ سماوني التسونامي حيت انا بانت الموهبه ديالي خويا منين جا ديك الميني تسونامي ضرب عين دياب. كيفاش؟ كنت كنعوم في البحر مع ليام بيا، ملي جا تسونامي لحني في واحد الريستوران في عين دياب، تخلط الماء مع السلوكه ديال الضو، شد فيا الماس، بديت نفيبري. الناس كتحب ليهم كنشطح، بداو يصفقوا عليا. ودخلتي للميدان طول وعرض؟ لا خويا، دخلت غير طول. كون دخلت عرض كون وحلت. الله تبارك الله، اش من طاي كتلبسيه؟ ايوا على حساب. كيفاش؟ في الايام العاديه كنلبس اكس ال، ملي كتكون الخدمه كنلبس الايس. علاش الايس اخويا؟ كينفع فاش كيغرم عليا شي حد، الفلوس كتبقى مزيره في الكول. الاكس ال مهلهل كيطيح ليا الغرامه. قولي ليا، واش عندك فيسبوك؟ كان عندي وحيتو. علاش؟ ملي بديت ندير فيه تصاوري تقالت ليا الكونيكسيون. ايوا دير الريجيم. الشيخة تسوتسو، اللي بغى يشوف الاشهار الحفلات ديالك فين يشوفهم؟ يتبع النشرة الجوية. اش هادشي؟ ما تخافش، هذا غير الصونيت ديال تليفوني، اوصلني ميساج. اش فيه؟ هادي كليانة عندها عرس في السطح وبغاتني نوريها الشانتيي. الشانتيو. بركة بركة، عفاكم قولوا للناس يخبروا الموبيل. هربتوا. تخيل معايا، عيط لك مخرج ياك وقال لك انا بغيتك تلعب في واحد فيلم تاريخي، وعطاوك حوار بالدارجه ياك شي بلان. عطاوك حوار بالدارجه وقالوا لك لعبوا ترجموا باللغه العربيه الفصحى. هادشي اللي غندير معاك، غادي نلبسك واحد اللبس ديال فيلم تاريخي قديم. اييه ياك، بالسيف والمسائل وداكشي، ونعطيك واحد السيف غادي فيها السيف، ونعطيك واحد الحوار ياك، وانت خصك تلعبوا
باللغه العربيه الفصحى. انا تعليق بالدارجه وتدبر راسك. انا تكترف وادي نحاول عزيزي صافي نقول لك فنحاول. ثقات حاره على رفيق بوكر. خويا رفيق انت نعطيك الحوار ديالك بالدارجه قراه. قرا الحوار اللي غادي تترجم. شوف هذاك بنادم راك عيقتي بزاف، ما باغي تقرا ما باغي تتعلم، ديما شاد ستون في القهاوي وكدور في الزناقي، ما ناوي تجمع راسك ولا بغيتي نخلي عشتك. عجبك هاد التحنسيه هادي؟ دابا هذا خصو يترجم باللغه العربيه الفصحى. ولكن غادي تلبس لبس ديال راك عارف. انت اخويا رفيق فهمتيني. عندنا الماتيريال كامل. تصفيقات على رفيق بوبكر. تبارك الله على رفيق. كلشي على لي زابدومينو. هذا هو اللبس ديال سيدنا عيسى نيتو. واخا دابا سيدي باقي خصك صلات السيف وهادي باش الطاكي. طاكي العدو. شنو تسمى هادي؟ العدو. كطاكي بها العدو. طاكي بها العدو. برافو عليك. وهذا راكب على موطو انا. صافي رفيق تفضل معايا. دابا خصني هاد التكست نقول. هذا هو الحوار. شوفها بنادم راك عيقتي بزاف. كمل. شوف بنادم راك عيقتي بزاف، ما باغي تقرا ما باغي تتعلم، ديما شاد ستون في القهاوي وكدور في الزناقي، ما ناويش تجمع راسك ولا بغيتي نخلي دار عشتك. عجباك هاد التحنسيه هادي؟ تفضل. هذا خصني نقولها. هادي خصك تقولها باللغه العربيه. نبداو. ثلاثة جوج واحد. شوف هذاك بنادم. انظر ايها الوغد الجبان. راك عيقتي بزاف. انك تجاوزت كل خطوطك الحمراء. ما بغيت تقرا ما بغيت تتعلم. لا تريد ان تدرس. لا تريد ان تتعلم. ماذا تريد اذا؟ ديما شاد ستون في القهاوي. انك لا تخلو من المقاهي. وكتدور في الزناقي. وتتجول في الازقة في الزناقي. ما ناويش تجمع راسك ولا بغيتي نخلي عشتك. ألا تريد أن تحكم عقلك وترجع إلى صوابك؟ أم تريدني أن أخلد أبوك؟ عجبك التحنسيرة. ألا تريد أن تحكم عقلك وتعود إلى صوابك؟ أم تريدني أن أعاقبك عقابا شديدا؟ لا تحنسيرة. عجبك التحنسيرة. عجبك. أتريد هاته التحنسيرة أيها الوغد. رفيق بوبكر. لا عندي ما يسالك اخويا رفيق. الله يحفظك. الدور هو هذاك. ولكن الوعرية التحنسيرة الاخرى. هما اجيستي القضية وصافي. ما عندي ما يسالك. اخويا رفيق قلت لك فريدة برقية قالت عليك كتلقبك تليفون كيسوني. اسمح لي تفضل. نقدر نجاوب؟ بيان سور. الو الو مساء الخير. شو هذا بغيت تهضر معك؟ يمكن شي معجبة يمكن ولا شي. الو بقاي معايا عافاك ندوز لك السي رفيق. داكوغ. معجبة كتهضر ليا في الفيكس. الو 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 السلام عليكم. الو الو يمكن لي نهضر مع الفنان ديالنا رفيق بوبكر؟ واه هو هذا كيهضر معك. خويا انا معجبه ديالك وتتعجبني بزاف التمثيل وتنحمق عليك. وانت معجبه ما عندك حتى تليفون مقاد. وعرفتي فكرت كاع انا ندخل نقرا التمثيل غير باش نتلاقى بك وما ساعدنيش الحد ودابا ملي سمعتك انت فري ما بقيتيش مجوج ما نقدروش زعما ما نتعارفوا باش تجوج معايا. موت نتعارفوا مرحبا. دابا شنو واش تبغي تتعرف معايا؟ انا نبغي نتزوج بك. الزواج كاع دقه وحده. او بلاتي عاب شويه عاب شويه عليا. ما كنتش موعدني بالزواج.
نعم منتفا موعدك بالزواج بعد هذا الصوت هذا ما غير قلتي لي صافي انت سيري تزوجي وولدي وانا غنتزوج ونولد ونعاود نطلقوا ونتزوج ونولدوا حتى نكبروا ونتزوجوا حتى نشرفوا انا وياك غنتزوجوا نبداو نقفقفوا ديك الساعه اش غنديروا بها السلع ستين عام ما غاديش غادي اللهم ما حد دابا باقي الله 40 ناس باقي هابي ثقة حارة على مجدوني الإدريسي مجدوني الإدريسي سي لامور دو مافي ديال بصح لا بيتيت صافا يفا بيان تخونكيل وكي دايرة لا تيان بيان سور وكزافي اخبارك رشيد لاباس عليك الله يحفظك بارك الله فيك تبارك الله عليك ومبروك عليك بعدا ما زيادة فيليسيتاسيون ايوا سيدتي احنا كنا ماشيين مع البيت انا تبقى في المغنى وخلينا نشوفوك لك في المغرب جو فوز امبراس ميرسي بوكو مجدولي شكرا شكرا تصفيقات على مجدولي الادريسي مجدولي الادريسي من اعز الناس عندي يعني عز عليا بزاف خدمتو ديجا مع بعضياتكم بزاف كنتعرفوا دوبي 2002 من 2002 حنا كنتعرفوا يعني هذا 12 عام ديما كتسولوا في بعضياتكم ديما جلادور كنموت عليها كنحماق عليها بالنسبه ليا يعني اقرب شخص ليا في حياتي اش مسميك هي هي كتقول لك المش لا كتقول لي هابي هابي كان عندها واحد الكليه في صغير سميتو هابي سميها قلت يا رفيق بانك ما عندكش مع العيد كبير وقلت قلتي بان ذاك العيد كبير فيه غير جنديق وفيه غير انا كنت كنقرا في ايطاليا وجا معايا واحد واحد طلياني قال لي امشي معاك وساكوان سيدي العيد الكبير وفقنا في الصباح خارجين كيبان لي بنادم جاي كله دمايات جوج جناوه كي باسا كي باسا العيد الكبير مزيان خصها شويه لا ديسكريسيون هو مزيان كنديروا ديك العيبه اللي دارت ياك ما انت كتخبر بحال مشاش نهار العيد لا ها؟ لا 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 كنوقف على كنوقف على بولفاف ديالي ما تزاكرش على القطيب ديالي ناخذ القطيب ديالي وكاس ديال اتاي ياك وديك اللعيبه الكامون جينيال قلتي في واحد التصريح ديالك اخويا رفيق قلتي في واحد التصريح ديالك بان السياسيين قلتي دوك السياسيين راهم خدامين عندنا وعندك موقف من السياسه اون جينيرال في هذه البلاد لا في هذه البلاد مي ابارامون هذه قناعه ديالي شخصيه منين بدات الحلقه تقريبا كنقول لك شي حوايج اللي قناعه ديالي شخصيه ديالي كنتحمل مسؤوليتها كنشكرك على الصراحه ديالك وعلى الجراه ديالك ما كنقول حتى شي واحد يقسم معايا المسؤوليه على داكشي اللي كنقول افيكتيفمون الغوفيرنومون كوسوسوا هادي ولا اللي فاتها ولا اللي غتجي من بعد سي دي فونكسيونير فونكسيونير عند الشعب المغربي هادشي اللي كنظن يعني هادوك الناس عندنا قطاعات كل مينيستر كيتكلف بقطاع باش يخدموا باش يحل المشاكل اللي كاين في ذاك القطاع قلت انا خدامين عندي و كتسخروا ليا بيان سور خصهم يخدموا عندي وخصهم يتسخروا ليا ماشي عندي عند كل شيء عند كاع المغاربه نشوفوا التصريح ديالك رفيق ايه يلا نشوفوا دماغهم انتوما هما حنا وحنا هما انتوما انتوما ما فايتيننا بوالو ها ماشي عيد انت مينيستر ديال شي لعيبه غاتي تو برون بور شي واحد راك حتى واحد انت ها ممكن انا احسن منك اللي جالس في الدار والوليد ديالي احسن منك اللي جالس فهمتي كيفاش صديق ما كاينش شي فرق بيننا وبينكم راه جوست انتوما مسخرين لينا انتوما خدامين عندنا واه ديال الحقيقه راك مشاغب كنتي مشاغب وباقي مشاغب هادو زعما قناعه شخصيه ماشي قضيه يعني انا بالنسبه لي لا كي باقي فيك الشغب بالنسبه لي كيتبدل يعني ان مينيستر كيتبدل كيف كيتبدل كيف كيتبدل كاس كيف كيتبدل يعني مادام حنا هضرنا على القضيه ديال الشغب رفيق وانت شافوك الناس في قسم 8 دابا غادي نلعبوا نفس الدور غادي ندخلوا لك واحد الطاوله ياك وسبوره وغادي غادي نجربك ونعطيك امتحان وانت خصك تنجح في الامتحان واش مستعد مستعد نحاول ديما غنحاول ثقات على رفيق بوبكر
انت جبتك سبوره وطاوله ديال مدوزين شغب. يا قديمه طاوله قديمه. تفضل دابا شنو هو اللعيبه؟ تفضل انا غادي دابا غادي ندير لك تقاويني ماشي نقريك انا نعطيك تمارين. يلا تفضل زيد جلس. شوف هادشي زيد اسيدي. دونك غادي تشكل لي قداتك شي شويه. حاول تنوض حاول تنوض بشكليط مزيان؟ لا مزيان. حاسس براسك مرتاح؟ ما فيهاش المحبره. محبره؟ علاش الطاولات ديالنا ديما كنلقاهم محفورين مدخوبين؟ علاش؟ حيت كنستخيس. ستخيس. اسمع غتقرا هنا 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 خصك لارتيكولاسيون درس ديال دونك غتقراها هذه. رفيق يضرب سكوت يضرب القمرون في البراري. لا لا رفيق يضرب القمرون في البراري. ها وهذه اللي قراونا في الصغر هذه قيدوا البقرة. لا 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 هذه هذه را 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 رفيق اللي عنده شي راه مزيان يسلف عليا. يلا يلا را 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 رفيق صفيقات على رفيق بنكر. تبارك الله عليك سي رفيق. الله يحفظك عزيزي. دونك هادشي غيكون دابا هادشي عشتيه واحد الفتره ودابا كيفكرك الطفوله ديالك ولكن كتعيشوا دابا مع البنيه ديالك الله يخليها لك. اكيد. اللي هي عتيقه. عتيقه. البنيه ديالك كتعيش معها دابا الدراسه ولكن سمعنا بانك يعني ما كتشوفهاش بزاف نظرا لظروف العمليه كلها. لا اكيد ما كنشوفهاش بزاف لانني كنشتغل. هذه من جهه وكنسافر بزاف ومن جهه اخرى لانني ديفورسي استاذ هي عايشه مع ماما مي كنحيي الطريقه ديالي مون نيكس كنحييها من هذا المنبر لانها السيده فتيحه رضوان لانها كدير مجهود كبير باش تخلينا نتلاقاو باستمرار. مازال كتشوف بنتك؟ لا كنشوفها اكيد. دابا المجهود قلت لك ديال ماماها السيده فتيحه رضوان اللي كنحييها وكنشكرها بزاف. دابا شحال تقريبا من الشاشة رفيق؟ ومن التورناج يعني كان عندي ذاك الفيلم في إفران إسبري وابخي مشيت دات شفتها مشيت دات فيلم في دمنات يعني تكون واحد 3 سمان هكا 3 سمان. احنا اليوم في رشيد شو اضطرنا ان الضيف المفاجأة نجيبو عزمة عندك حسيت ثقة حارة على عتيقة. صافا لاباس عليكم. مفاجأة رائعة والله. سي فريمون إيم. تبارك الله عليك. صافا لاباس عليك وهضري معايا شوية لاباس. لاباس. شنو سميتك؟ عتيقة. فاش كتقراي؟ سيبي. شحال عندك من عام؟ 6 سنين. مزوجة؟ مازال؟ الله يخليها لك. يا ربي آمين. هو كنت وحشة إيفيكتيفمون كنت وحشة وكانت عندها واحد العلاقه مع الوالده ديالي الله يرحمها لان هي اللي كانت مربيه يعني ملي كانت الوالده كنت كنشوفها باستمرار. دابا عايشه مع ماماها يعني صعيب باش نشوفها. كنشوفهاش بزاف. كتوحشي باباك؟ كتوحشي بزاف؟ كيعيط لك في التليفون ياك؟ ندوزو فقرة الصراحة. سي رفيق دابا
الفنيه ديالك عتيقه معنا. انت كنعرفوا بان عندك انشغالات بزاف في التمثيل، كتخرج بزاف، كتسافر بزاف. واش كتشوف بانك يعني انت بالنسبه لها الاب المثالي ما كتقصرش في حقها، ولا كتشوف بانك مضيعه شويه في حقها؟ اكيد اكيد مضيعه شويه في حقها بحكم انني ما كنتلاقاش معها بزاف، مي كنحاول كنحاول. قلت لك قبيله كانت الوالده ديالي الله يرحمها كانت مكلفه بها، يعني كنت كنشوفها يوميا. ملي ما بقاتش الوالده يعني ولا عندي واحد المشكل، مي نتمنى انني نعوض لها هذاك الشيء اللي ضيعته فيها في هذه البيريود، نعوضوا لها ان شاء الله من القدام. واش بغيت تشوف البنيه ديالك شي نهار ممثله مثلا؟ تبغيها دير هذه البنيه؟ فيها فيها لي زانغريديون، صافي لي سونسيبل، دغيا كتبكي، دغيا كتضحك، دغيا عندها مزاجي. انت 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 رفيق اللي كتعاني من بزاف الحوايج في هذا الميدان، واش بغي بنتك دير التجربه ديالك مثلا؟ ايوا الا بغات هي ديك الطريق ما يمكن لياش نقول لها لا. الشوك ديالها الا بغاتها ما يمكنش ليا نقول لها لا. رفيق اليوم المغاربه كلهم كيتفرجوا فيك، واش كاين شي واحد غلطتي في حقه شي نهار وتبغي اليوم تطلب منه السماحه؟ ولا كان شي خلاف بيناتكم ولا شي سوء تفاهم؟ بغيت قبل من من ديال هذه القضيه بغيت نشكر واحد الخمسه الاشخاص اللي هما الاخوان ديالي، مصطفى، عنايه، الوافي، بوشا، ناديه، عزيز، على الـ على الـ التفاهم ديالهم للوضع ديالي، وعلى على الصبر ديالهم معايا سيرتو من وراء الوفاه ديال الوالده ديالي. واحد الشخص عزيز عليا بزاف، يعني نقدر نقول لك كنت كنتنفسو، يعني عز عليا تيلمو كيعجبني نجلس معاه، كيعجبني. وقع لي معاه واحد بتيت اكروشاج ديغنييغمون، اكروشاج خاوي يعني ما ماشي شي حاجه اللي تستاهل. هو فنان مغربي وناقد سينمائي كبير وصحفي كبير، وكنتمنى من هذا المنبر ديال رشيد شو انه يسمح لي حيت غلطت فيه. نذكروا السمية ولا بلاش؟ سميتو حسن نيرايس، ناقد سينمائي وصحفي مغربي. في هذه اللحظة هذه في هذا اليوم هذا لمن رفيق بوبكر يقول كنبغيك؟ بنتي أكيد، خوتي. ولمن تقول كنكرهك؟ حتى واحد. آخر مرة بكى رفيق بوكر؟ والباح كتبكي بزاف؟ بنتي راه جايبها من بارك عليه، بارك على بابا، والله ما نسيت سؤال واحد. صافي، ثقات على رفيق بوكر. شوف والله كنبغي نطرح السؤال وكنشوف عوينات تبارك الله، الله يخليها لك والله يصلح كاع الوليدات ديال المغاربه. واش نقول لك، انا ما بغيتش نزيدو، صافي هنا نحبسو، غادي ندوزو للفقره ديال التحدي ونتعرفوا على التحدي ديالك حالا. يلا رفيق بوبكر، كنعرفوا بانك كدير الادوار الخطيره وانك كنتي كاسكادور. التحدي ديالك اليوم هو خاصك تركب فوق واحد التور هايج، ورد البال، عندك جوج ديال الدقايق وما خصوش يطيحك. سرافيق التحدي ديالك باين عندك دابا هاد التور، هذا هو تور هايج، فهمتي؟ كنورك تور سبليوني هذا، سبليوني هذا كنوركو ليه البطولة. كيبدا انت الدور ديالك انك تشد ليكيليبر وتحاول ما تطيحش. هو صعيب ما تطيحش لان هاد اللعبة معروفة ديال روديو، اي واحد كيطلع كيطيح، ولكن انت غتحاول ماكسيموم في جوج دقائق انك ما تطيحش. سويقات حارة على رفيق بوبكر. دعواتكم اش you
عندك علي مبكر ما عندي ما يتسالك حسنا شو صحيح ثاني ما يسالك سلخ يا غالي طيح حزو ثاني ما يسالك ولكن راه شديتي معاه قيس معاه برافو عليك حيت ماشي سهل سرافيق تبارك الله عليك شكرا لك شكرا اللي حضرتي معنا قبل ما تغادرنا عندنا لك واحد الكادو ان بورتري ديالك كاريكاتير اللي رسموا لك نقدر نهديه لواحد دو بيرسون اييه تفضل راه الكادو هذا كنهديه دو بيرسون عزاز عليا بزاف اللي هما سيمو حسني مديا سيف ايمايم شابين سي ما سخيناش بك وكانت حلقه رائعه معاك شي كلمه اخيره للجمهور المغربي اللي كيبغيك با حتى انا جو فوز ادور كنموت عليكم كنحماق عليكم جاري ان شاء الله في اعمال جديده ان شاء الله سينما وتلفزيون اي خليكم فيدال خليكم فيدال لي زارتيست مغاربه باسكو انتم اللي عندنا وحنا اللي عندكم شكرا السلام عليكم